وتأثرت. بس ما قلت يا ولد الأخير ذا داهية. بس يا أخي ذا داهية شكلها أنا كنت. لا. أنا أعرف القصة. أعلمك اسمع بس استغفر. يعني تخيل إنها أنا في الديرة، درست في الديرة وادي بسر. شفت؟ جاني درس يوم أعطانا كل واحد منا طال عمرك. كل أعطى إيش؟ دقيقة. شو تقول؟ وش أعطانا وش أعطانا؟ رميس. لا أعطى كل واحد منا ذبيحة. أعطى إيش؟ أعطى كل واحد منا ذبيحة. المدرس قال يلا عبد الرحمن الذبيحة وأخوك ذبيحة واثنين من آل عمي ذبائح. قال يلا اذهبوا في أماكن لا يراكم فيها. نعم لا يراكم فيها أحد، وكل واحد منكم يذبح الذبيحة وتعشاها وليتغداها. ثاني مرة تقول واحد. إيه ما عليه. واليوم الثاني جون تعلموني وين أكلتوه. راح أخوي طال عمرك في أي إخوانك شو اسمه هو؟ أخوي عمار. عمار. إيه راح طال عمرك في الوادي عندنا، واحد من آل عمي راح المزرعة. إيه والثاني طال عمرك راح له في راس طلع. أنا جلست وادم رحت أنا طالع في الشمال يا ولد ما أروح في البيت أروح في الحوش أروح في كل في كل المحل يا أخي تحس إن الله يراقبك تحس تؤمن تؤمن نعم. فأخذت الذبيحة ورجعت بها المدرسة رجعت من درس المدرس يا ولد يا ولد الذبيحة وين ذبحكم؟ قال أكلتها في الوادي، الثاني قال أكلتها في المزرعة، الثالث قال وين عبد الرحمن؟ قلت يا أخي ذهبت في كل الأماكن لكن استشعرت ورقبت الله سبحانه وتعالى لي في كل وقت وفي كل حين وآمنت فلا ما استطيع أن أفعل. صفق. صفق. أنا أقول لك تخيل يعني ما أقول لك. لا هي. تخيل أنها إلقاء من عندي يعني عرفت. هي سواء كانت القصة حقيقية مو بحقتك اللي قبل شوي قلت هذه. أو أنها خيالية. في الأخير وصلت فكرة. فكرة جميلة جدا. إيه إنه. من وين يعني ومن وين بتتغب؟ عبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا 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 وشو تعرف إيش؟ تعرف التوحيد؟ لا تعرف الإسلام هو أركانه. نعم. شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. وأن محمد رسول الله. إقام الصلاة. إقام الصلاة. إيتاء الزكاة. صوم رمضان. صوم رمضان. حج البيت ما استطاع إليه سبيلا. نعم. هذه أركان الإسلام. نعم. أركان الإيمان ستة. أن تؤمن بالله وملائكته كتب وكتبه ورسله, ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الإحسان هو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله إذا كان يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء يعني السوداء الملساء في الليلة الظلماء ويسمع دبيبها، أتوقع بيخفى عليه شيء. من أين الذرة أصغر من الذرة؟ من أين سوف تهرب أيها الظالم؟ من أين سوف تهرب أيها العاصي؟ يا ابن آدم القبر كل يوم ينادي. الله أكبر. الله يجمعنا إن شاء الله في مخيم دعوي مع بعض. قولوا آمين. آمين. الله العظيم. تهرب من الله إليه. والله. تهرب من الله إليه. الله هذا كلامك أنا قسم بالله قلت جاء البارح أتقبل سردك في صدر رحب. ليش؟ يحظي وسردي. لا حول ولا قوة إلا بالله. كمل. يعني كل ما جيت تعصي الله ابن آدم، كل ما جيت تسوي ذنب، كل ما جيت تخيل. أنا بفتح موضوع عيال، موضوع النيات. نعم. إنك تدخل في نية شخص أو الشخص يدخل في نيتك أو إن فهمت كيف؟ أنت بعض الأحيان ترى نيتك ما تدري وش. صح ولا لا؟ صح. بعض الأحيان الواحد يشكك في نيته، فما بالك إنك تدخل في نية الطرف الآخر؟ فهذا موضوع أعدكم وأعد نفسي إن شاء الله بأفتحه. ولا راح يغلق الى ان نتفق جميعا على الشيء هذا. والله كلام جميل. ذكرني قصه ابو ملهي. وش هي؟ واحد من الصحابه قتل واحد من المشركين. ها زين. بعد ما قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وعاتبه النبي، قال ليش قتلته؟ قال لانه قالها مو مؤمن، قالها خوف من السيف. لا حول ولا قوه الا بالله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اشققت عن صدره. اكبر. لبيه شو جاء؟ عطيت الرجال، راعي الرجال، قلت اطرح الرجال وجبه. مرحبا. انا عندكم دقيقة بس خليني اشوف الرجال. شلونك؟ لا لا عود عود وراك عود وراك عود وراك. سمعت مني؟ سمعت مني الغالي؟ اقول يا اخي يا اخي المسلم اذا اردت ان تعصي الله سبحانه وتعالى استشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى، فإنك سوف إن شاء الله يعني إنك سوف تتراجع عن هذا الذنب الذي سوف يؤدي بك إلى مهالك. أنا أعتقد أن أفضل أسلوب للتربية هو أن تصنع في ابنك الرقابة الذاتية. نعم. عرفت؟
فيه بعض الطرق في التربية يربي ولده على انه ولده ما يسوي الغلط اذا صار ابوه يشوفه مثلا او امه تشوفه. هذا غلط. اصنع عنده رقابة ذاتية انه يشعر انك موجود او يدري ان الله سبحانه وتعالى يطلع على كل شيء يسويه. اذا صنعتها في ولدك خلاص. طب تسمح لي اشطح شوي. الله لا يهينك والله اني بضف وربي اني بانتظر بس. كلمه 20 نقطة 25 نقطة. والله انك تستاهل 20,000 يا ابو. ابي 25 نقطة بس. بما انا هذه عندي خليها عندي. لا لا لا. لو سويت لك حركة تعطيني تخليها 50؟ إذا كانت الحركة حلوة، إذا كانت مخيسة بخصم لا لا لا. والله لا. كذا حتى 25 سالب كذا يا ها؟ كذا انا نخصم عليك. طيب اسمح لي ابو فراج. فراج اخوي انا يعني قد جاني هدايا واجد وقد جاني يعني خصوصا من السبح الشيء الكثير يعني اللهم لك الحمد. والسبح صراحه من اجمل الهدايا المعنويه. فبما انك خبره في السبح ما شاء الله اول شفتك اعجبتك السبحه يعني ومن قاعد تطالع فيها واذا ممكن تعطينا بما انك خبره ممكن تعطينا معلومات عن هذه السبحه خصوصا. اول شيء هذه ما هي بي سبحه، هذه خيطها امريكي. نعم. خيط امريكي هذا ما ينقطع مستحيل هذا هذه انسى هم منه ينقطع. هذا اول شيء. السبحه اذا بغيت تعرف هي زينه اول شيء حبتها زينه. يعني ما هي بكبيره ولا بصغيره. والله بعض الحبات تديك 60 داهيه عرفت اذا كانت ما هي بصليه. الشيء الثاني اسمع صادق. الشيء الثاني تسمع طقتها. ها اسمع طقتها عنده عنده جرس ما عنده. الله لا يهينك يا ابو نايف كلمهم. ها والله انك صادق. والله ما خاشر في والله طقتها. والله ان طقتها غير السبحه الثانيه. شوف هذه طقتها ترد الصوت بتسنن الرجال خاصه نغمات سنن عادي فرشة طاهر. الطريقه الثانيه عشان تعرف هي صوتها ودقتها زينه ولا لا. هو اكبر والله في تناغم. شوف في تناغم قوي بين كله. عشان تسوي سبحه دايم اذا رحت شريت سبحه او تشتري محل سباح وقل له يحط لك الفراغ هذا. جميل. هذا الفراغ ثلاث حبات. بعضهم يحطها ثلاث حبات ونص. هذه ثلاث حبات ثلاث حبات ونص تقريبا. ليش؟ ليش؟ عشان الطقه تبين. اها هذا الحين لو انها كذا مشدوده ما حتى ما تعرف حتى ما يمديك تسوي فيها هذه. ها تعرف اصليه ولا لا؟ اتوقع انها من كبد الحوت ذي صح؟ لا هذه سندلوس. ايش اسمها؟ سندلوس. ايش يعني سندلوس؟ سندلوس هذا نوع من انواع السباح. هو في يجي سندلس تركي يسمونه سندلس وهو بسندلس لانه شبيه بالسندلس. وفي الاصلي السندلس الاصلي الالماني. كم قيمتها تقريبا؟ قيمتها توصل ل 4000 3000 تبدا من 800 عرفت؟ يعني هذا باحتمال سعرها 4000؟ هذه قيمتها في الشخص اللي اهداها لك. نعم نعم القيمه المعنويه من القلب للقلب هذا شيء ثاني. صراحه ما شاء الله تبارك الله الله يبارك لك فيها لونها جميل ودقتها اشهد الله ان السباح ترى في انواع منها واجد. في منها العاج. العاج وهو غالي ينباع بالجرام نفس الذهب. العاج اللي هو انياب الفيل عرفت. في عظم الجمل. صحيح. عظم جمل ابيض يجي لونه في الغالب انه يجي ابيض ساده او انه خلفيه كبيره مسويها او انه الخواتم اللي تلقاها يعني شوي بس مو بواجد. ليتني وريتك خاتم قبل يضيع عرفت. ينقشون عليها. فيه عندك الكهرمان تراب كهرمان حتى الخواتم هذا نوع من انواع الحجاره اصلا الكهرمان. فيحطونه فص في الخاتم ويحطونه في السباح. انت تقدر تختار اي لون تبيه في الخيمة اذا رحت محل السباح. شوف هذه صراحه ما شاء الله تبارك الله مختار لها لون اسطوري. لون اسود مع زيتي ما شاء الله اشهد الله صبر. انها غاليه وجت من غاليه وجت من غالي. الله يبيض وجهك يا يوسف النفيعي ابو عبد الله. الله يبيض وجهه ويجمل حاله ويقدرنا على رجل جميل. هذا اكثر شيء يخرب السمحه. ها 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 وبعد عشان اصليه تقعد تلعب فيها باذن الله راح اعلقها على مرايه الدتسن وعلقها على مناي ايضا. ايش بس طقتها؟ لا هذه قرقعه. ها تدري ليش؟ تدري ليش حط على مرايه الدتسن؟ يصير مع كل مطناش مع كل مطب بسمع صوتها وادعي لابو عبد الله. اي والله مرهوم. وش هالمبادره الزين هالصراحه ما شاء الله كريم ابو احسن بالله عظيمه. هبال هبال الصراحه احسن بالله هبال. ايش هو مسوي يا ابراهيم؟ غيران من تدري وراه؟ غيران من تدري وراه؟ يقول قلافي وراه يسوي الجمعيه تساعد. احسن بالله اجيب انجاد انا واجيب سيارتهم بعد. يا حوي لك ابر اخي قسم بالله عنده سم نبي قهوه سوداء يا عم. التنافس ابي ابي
ابي اصح مو بصح اروق المبادرات التطوعيه صراحه جميل جدا يعني حتى لو بكره وبعده كلنا نجيب جمعيه خيريه قاسم بالله اني اول واحده اوقف معك يشرفني اول شيء انك سويت مبادره عن ساعد نعم وكذلك يشرفني اليوم اعطي ختمك شوي فريق ابشر بسعادتك يشرفني كذلك حضور فريق انجاد ما قصر من اللي بقهوه سوداء يوسف المفيعي ما قصر على حضوره من اللي بقهوه سوداء هو مدير العلاقات العامه تبي قهوه سوداء بياكل وكذلك سلطان الذياب قهوه سوداء ابو عبد العزيز اداره الجوده والسلامه ما اسوي لك سكر قهوه سوداء سكر سلا قهوه سوداء اي تكفى لا انت هذا فضه سكرها في الكويت إيه. ولا بحرمك نورتك خاتمه بدوره بحصله وبوريك بحرمك من حرامي سلاف ليالي اذا ما جبت سكر لا بالقهوه بس بدون سكر يا شيخ ثاني احنا بتضيف السكر حصه ابو حصه هذا درس معي بالابتدائي اي تقول يسولف عليه الثاني ما شاء الله تبارك الله احس انه مدرسك لا ما شاء الله درس معك اكبر مني هو بسنه ما شاء الله تبارك الله حبيب والله اشكرك والله على المبادره الجميله جدا يا حبيبي والله صراحة. والله انا ودي على ما قال اني اجتهدت اكثر فيها بس لا والله ما شاء الله ما قصرت سريعه كذا والله ما قصرت وصراحه يعني اعذرني على البيتين اللي كان ودي اشهد الله اني اقول فيهم معلقه لكن هذا اللي جاء معنا والله يجملنا معكم عذرنا اقصر واه يا ابو وشوف الحمد لله يعني البيتين جابت سبحه استاهل بيض الله وجهه اشهد الله اني قلتهم من باب محبه يعني ما لكن ما يرد الكريم الا اللين نعم والله انك تستاهل هذا كيف عرفت وجهك وافي والله يا ابو لاهي كيف عرفت اني فضل كيف عرفت انا اسالك هو ما شاء الله عندنا من اليوم يعطينا معلومات شوف صح ان الهديه في في معناها وفي كيف تعرف فكرتها المعنويه وسكيب براي شوف لكن تفاجات ان ابو فراج ما شاء الله تبارك الله يعني من البركات اللي جتنا من ابو عبد الله ان اخونا احمد اثرانا بمعلومات عن السبح يقول السبح هذه ممكن قيمتها تقريبا غير قيمتها المعنويه والحبيه من قلب القلب يقول قيمتها الماديه ممكن تصل الى 4000 ما شاء الله تبارك الله حتى ريحتها هو ريحة مسك وعمر ورني هذه ريحة هيدا والله تستاهل الله يطيب حاله وفاله والله حالك وفالك انت بعد اي والله ريحتها ما شاء الله تبارك الهدية اللي جتك من صفاء طبعا كيف تعرف هو سندلس اصلي ولا لا السندلس الاصلي تغير لونه شوف هذه تغير لونها شوف هنا في تغير باللون السندلس اللي مو باصلي اللي هو تركي يسمونه سندلس عشان شبيه بالسندلس ما يتغير لونه عجيب لذلك كيف انا قلت لك هذا سندلس الماني لانه متغير لونها وما تجي لون واحد فهذه سندلس الماني بيض الله وجهك اسمع الطقه والله ما شاء الله تناسق نغمات نغمات شوف كل بين كل طقه وطقه ايش بك صدق اسمع بين كل طقه وطقه الله يبيض وجهك بعد